مسلمين. الله يسلمك، عشت يا موسوكة. فين يا راجل يا موكوز انت فلوس البيت؟ البيت هيقع على دماغنا يا راجل. من بكره هتلاقي العمال شغالين فيه، وانا حاشني غير الظابط المفتري اللي دخلني الحبس. ما هو انت لو نيتك نظيفه وقلبك نظيف كان زمانك دلوقتي اتجوزت البت اللي اسمها جمالات. انت عارف ايه؟ اسكت يختم يختم يختم. ما انتش عارف كانت لهفه يجي 500 ومليون الف جنيه. والله ابصر ايه كده يا اخويا، حاجات كتير قوي كانت مستخبيه عند البت اللي اسمها كوريا. وبعدين هربت دلوقتي. يعني لو كانت نيتك نظيفه بس هي نيتك شبهك كان زمانك اتجوزتها. ده حتى الظابط يا اختي مش عارف يتلم عليه. بت الايه يا جمالات؟ انا مع السلومه. عبد الله على السلامة يا معلم. سلومة كفارة. لا كفارة ايه ونيلة ايه بقى؟ بقى سلومة سلومة اللي بيبيع لحم حمير بقاله سنين، واللي بيبني عمارات تقع على نفوخ الناس. يوم ما يتعكش يتعكش في قمصان نوم. وسبحان الله يا جدع يطلع منها زي الأندر والعجين. انت عملت كده ليه يا نادر؟ ازاي تتخلى عني وتسيبني في هز ما انا محتاجاك؟ يا هايدي بجد انا اسف، بس نفس اللي انت كنت فيه انا كنت فيه. كنت ضايع ومش قادر الاقي نفسي، بس الحمد لله فوقت قبل فوات الاوان، ومش هسيبك تاني ابدا ان شاء الله لحد البراءه. بس انا خلاص تعبت، انا عايز ارجع اعيش حياه طبيعيه، عايز ارجع بني ادمه طبيعيه. كل مشاكلي اخس ازاي؟ هلبس منين؟ هسهر فين؟ هسافر فين؟ مش بوليس وقضايا وجرايم وهروب. انا خلاص مش قادره اكمل، انا حاسه ان انا عايشه في فيلم طويل ما بيخلصش. انا قدمت طلب للنيابه بتشكيل لجنه من البنك المركزي. اللجنه دي اسمها لجنه الرقابه على البنوك، شغلتها انها تسقط الفوائد المركبه اللي على القرض، وده يطلع حوالي 5 مليون دولار. لو تشالوا من توتال المديونيه بتاعتك للبنك الباقي هيبقى حوالي 45 مليون دولار بس. والله انت بتقول ايه يا نادر؟ اذا كنت انا دلوقتي معيش 45 الف جنيه يا هايدي. انا عارف انها سلسله اجراءات قانونيه ممله، لكن لازم نمشي فيها بالترتيب عشان نوصل لاحسن حل. وبعدين خلي عندك ثقه في ربنا، انت ما اذيتيش حد وكل حاجه هتمشي تمام ان شاء الله. تيجي بقى يا ست اللي هتغلبيني فيه. حساب سوكا. ماله حساب سوكا؟ ما هو زي الفل. انت عايز اقل من كده ليه يا حبيبي؟ احنا ما بنبيعش ضمان يما. كتير قوي يا ام سوكا، كتير خالص يا شيخ. ليه؟ فاكر نفسك جميل عبد الحليم؟ نسخة واحدة من عبد الحليم، توأم كده اهو، هما الاثنين توأم. ايه؟ ازاي؟ كده اهو. هي كرداسة أقرب ولا ناهية طاعون؟ لازنين أقرب من الاتنين يا كداب. طب سكة نوال دي بقت أزل اللي هيعمل نفسه مطب فيها، فأنت عشان حبيبي أنا قلت أقول لك تبعد عن السكة دي. ده رأيك الداكي هو اللي هنقوله هنعيده؟ إحنا مش قلنا مش لازمك؟ كان بس دلوقتي لازماني. يعني إيه؟ يعني كانت معايا ورماتها وبعد كده حلت في عيني فوطيت جبتها. نوال ظبطت لك طاعون، لو بس حاول يحكها قولي لي هرجعه بطن امه تاني. انت كده اشتريت رضاي ودفعت عربون، بس حرس مني عشان انا دلوقتي ناني مش نوال. صحيح، ابقى فكرني اخلي عزوزي ينطقك في المحل عشان تبقى الطب. عن اذنك. اتفضلي اتفضلي. متشكرين يا نسا ناني، متشكرين. ناني نوال. سلومه بره يا باشا. سلومه مين؟ سلومه الجزار اللي في المنطقه اللي كانت فيها هايده ابو طالب، عايز يقدم بلاغ. خليه يدخل. تمام يا باشا. يا سلومه. السلام عليكم يا سعاده الباشا. عليكم السلام، اتفضل. متشكر. والله يا سعاده الباشا انا من ساعه ما جيت هنا المديريه قاعد ادور على مكتب سعادتك لحد ما وصلت. أنا عندي بلاغ سعادة الباشا. وعايز تبلغ عن إيه؟ عن واحدة هربانة من العدالة واللي مخبيها ضابط بوليس يا باشا. مين دول؟ واحدة اسمها هايدي. هايدي أبو طالب؟ والله ما واخد بالي يا سعادة الباشا، أصل أنا كنت أعرف اسمها الأول الجمالات، اللي جوزها وهي راحوا على البنك سرقوه الفلوس دي الملايين. مين الضابط اللي مخبيها؟ ضابط مباحث في اسم مصر القديمة اسمه عدم المؤاخذة علاء أبو حميد. خدتني ومشينا والفرح يضمنا كوريا
ولوحدك الا ما عملتيها واحنا مخطوبين. اديني عملتها. ده ايه جو الافلام ده؟ في ايه؟ اللي بينك وبين البت اللي اسمها نجوانا كبداك. الله، ده انا متراقب بقى. لخص في ليلتك بقى، انت كنت عمال تسالني على هايدي والفلوس عشان تقررني وتعرف فين الكفه الكسبانه وتجري وراها. وايه كمان؟ كاكاو يا شيخ. بتستهفق ان انا هيمه؟ بتخش عليا بالناعم عشان تعرف فين سكتك بعيد عني؟ بتخليني كل مره افرح من جوايا واقول يا بت هيمه ارجع لك، وانت دلك النجس عمره ما هيتعدل ابدا؟ ما طبعا. ما انت لقيت سكه فيها فلوس وحريم نظيفه تبقى ايه لازمتها كوري؟ مش كده؟ خلصتي؟ اه خلاص يا هيمه. خلاص يلا قول بقى البقين اللي انت حايشهم عشان تطلع نفسك ابيض وانا اللي بتستين كلب غلطانه في كل حاجه. بص يا كوري، انا لا شفت ولا عرفت سكه نجوان وهايدي دي غير منك انت يا بنت الحلال اللي سفلتي سكه العوق وانا مشيت وراكي بكمل. اللي ليكي عندي يا كوري يا جدعانه، وانا لحد دلوقتي جدع معاكي. انا لا اذيتك ولا بلغت عن صاحبتك. لا ليكي عندي ولا ليا عندك يا كوري، وكل واحد يشوف سكته. صح كده. اقول لك على حاجه، السكة كانت غلط من الأول، بس أوعدك من دلوقتي سككنا مش هتتقابل تاني. طريق السلامة يا كبداك، بس خليك فاكر السكة اللي متداس في أولها على قلب واحدة اللي بيمشي فيها لازم قلبه يوجعه في الآخر. إبراهيم سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. امال هاجر فين؟ نزلت المستشفى عشان تشوف اجازتها وقالت انها مش هتتاخر. يعني مفيش حد هنا؟ لا مفيش غيري. طب انا هنزل اقعد على القهوه، ولما تيجي قولي لها تبقى ترنلي عشان بكلمها ما بتردش عليا. اوكي ماشي. انا سبت البيت وقعدت في بنسيون، وعلى فكره انا لقيت شغلانه سكرتيره في شركه توظيف عماله في الخارج. والله يا نجوان يا خير ما فعلتي، او برضو احسن بالقعده مع ابوكي الاهبل ده. أنا آسف، بس أصله غريب قوي، ده قال كلام قدام الأطفال ما ينفعش يتقال، ده أنا اتكسفت. أخبار الفلوس إيه؟ سيبك أنت من حكاية الفلوس، أنت شكلك بتحلم. بص بقى يا إبراهيم، تعرفش تلاقي لي بيعة حلوة للتليفون ده؟ عايزة فيه كام؟ معرفش، بس مش عاوزة أخسر فيه كتير. يا نهار أبيض، ده رقم من اليونان. رقم من اليونان؟ ومين اللي معاه رقمك في اليونان؟ لا اصل هي، اصل ده مش تليفوني، ده رقم مروان اللي في اليونان. تلاقي حد بيكلمه عاوزه في حاجه ومش عارف ان التليفون معايا هنا في مصر. ممكن يكون عايز مروان عشان خاطر الفلوس او نطلع منه مصلحه. رد، هو انت ما فيش دماغك غير الفلوس؟ يعني لو حد في اليونان وعاوز مروان في حاجه هنطلع منه مصلحه ازاي واحنا هنا في مصر؟ مش عارف مش عارف. طب رد ردي بس ونشوف بعدين. ردي مين؟ شوفي مين وعايز ايه. ردي رد يلا، انت ما عندكيش حاجه تخسريها. رد. حاضر. الو مروان، انت بتعمل ايه متخلف انت؟ قالي بقى ياما عشان تتكيفي. دلوقتي هو اكيد هيكلمك تاني، قولي له الخط قطع. ولو سالك انت فين قولي له انا لسه في اليونان، بس لما خطفوك انا خفت وهربت على اي محافظه بعيد ولا حاجه ومسافه السكه وابقى عندك. ردي. هقول له ان انا في اليونان ليه؟ اتقال ياما على الصبر، اتقال ياما على الصبر عشان افهمك. ردي ردي ردي، انا هفهمك على كل حاجه بعدين. لا انا لا هرد ولا هقول له ان انا مسافره ولا ان انا في اليونان. نجوان انت مش خسرانه اي حاجه يا ماما، ده ابوكي اللي هو ابوكي شايفك شمال وكرشك. ردي. الو. ايوه يا مروان. ايوه يا مروان انا سامعاك. اه بالاخر كده انا قلقان على الست اللي قاعده عندك ديت. ما تقلقش، دي هايدي دي جميله قوي. عارف الناس اللي احنا بنتفرج عليهم في التلفزيون؟ تخيل بقى لما حد منهم يجي لك ويقعد عندك في بيتك وياكل من اكلك وينام على سريرك. دي طلعت طيبه وغلبانه قوي. انت جامد قوي يا سوكا يا فنان. ربنا يخليك يا ابن عم. ربنا انا عشان تعرف ان انا معروف. ماشي يا عم المعروف. المهم انا بقول ان هي طيبه ماشي، من الاخر كده هتعطلني من الموضوع اللي انا عايزك فيه. وانت عايزني في ايه بقى ان شاء الله؟ تكونش عملت غنوه جديده؟ لا. امال ايه؟ من الاخر كده عندي مشكله في اللبس. لبس؟ ليه؟ ما انت جبت كام طقم اهو، ربنا فرجها معاك. المشكله بقى في الكام طقم دول، مش عارف انسقهم مع بعضيهم عشان اروح لاخوكي واطلب ايديكي. انت بتقول ايه؟ بقول لك مش عارف انسق يعني البنطلون مع الجاكيته عشان اروح لكم البيت واطلب ايديكي.
أبلة إيه؟ استنى يا سوكا، أنت بتهزر صح؟ والله ما بهرج، بتكلم بجد. يعني أنت هتروح لفواز وتقول له أنا عايزة أطلب يتهجر وتخطبني وتتجوزني وكده؟ أيوه، أروح لأخوكي فواز وأقول له إن أنا بحبك ونفسي أتجوزك وأخلف خمس عيالك ومشاكلك واسمهم هاجر. أنا بحبك يا سوكا. بس يا بنت إيه، يا مجنونة إحنا في الشارع. أصل أنا بحبك يا سوكا. بتقول إيه؟ بحبك. طب ممكن تقولها كمان؟ بحبك يا سوكا. بحبك يا عم. بتاعها البنت دي بتمسكي مسكي، بتحبني يا جدعان؟ استني، بتحبني. شوفي بقى نجوان، تبدل عيشة البنسون والقرف ده، تتسافري تعيشي برنسيسة احسن، تخليكي جنب مروان وعينك على الفلوس، وانا شويه وبحصلك لما اعمل التأشيرة واوضب قرشين، هلعب انا وانت لعبه ونرجع بالفلوس. انا مش مسافره يا ابراهيم، وفلوس ايه اللي احنا هنجيبها؟ وبعدين انا خلاص تعبت ومش قد البهدله دي. شوفي ياما، انت هتطلعي من هنا على المطار وش البطيخه بقت بتاعتك واللعب مضمونه، ما تشوتيش ليه؟ محدش يقدر يلعب مروان ده، ممكن يوقع اي حد، وبعدين انا بصراحه خايفه منه، مش عاوزه ارجع له برجليا تاني. انت بس سيبيلي نفسك، انت اصلك ما شفتيش لعبي. انا بحب العب مع الحريف ده، انا هلعبه واشمسه واعلي الكوبري والبسه الجول، والجمهور كله هيهتف ويسقف. طب وماما؟ ماما ده ماما دي في عناية. على فكرة يا نجوان، أنا بحب أمك دي حب، يعني شوف ربنا عالي، أصلها شبه أمي بالظبط. أمك دي في عناية، ما تقلقيش. بس أنا مش عاوزة أسيبها تاني لوحدها. طب تسيبيها وترجعي لها بالأخضر اللي يعمل لها العملية أمه 75,000، ولا تخليكي جنبها وتشوفيها وهي بتموت؟ ما تقولش عليها بتموت، بعد الشر. إيدك بس على فلوس الطيارة وأنا هعمل كل حاجة، وأول ما تروحي المروان هناك ابلي فيه بأي قصة من بتوعك، وولعي في الباسبور بتاعك ليعرف إن أنت سافرت. أولع في الباسبور بتاعي؟ وايه لازمة ده كله؟ عارفه يا نجوان، واحنا راجعين بالفلوس هوقفك في المطار واقول لك شفتي كبداكي عمل ايه. انت عارفه هم سموني كبداكي ليه؟ عشان اي موضوع بخش فيه بسيب الناس تعضعض فيه الاول، واقوم جاي انا مادد ايدي وجايب كبده. خليكي مع كبداكي يا نجوان وانت